بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. باب المواقيت أو بابش باسي كاتو شوين كان إحرام بسني كان بزان لتي كاتشي دا إحرام بحزيان يعني بعمرة دا بسري يعني لتي شوين شيش دا بيدز بإحرام بسني بكي باسي أو يكين بەڵام پێش ئەوی دەست بە ڕوونکردەوەی مینهاجێ بکەین کورتە باسەکی حەزی پێغەمبەری دەڕێین سەلی الله علیه وسلم بە کورتی، چونکە ئەو مەوزوعی حەزیە کە ئێستا هەمە ڕوون یەکەینەوە هەر هەمووی لە پێغەمبەری وەرگیرایە سەلی الله علیه وسلم. ئەوجا بە جوداشم ئەو کتاب الحەجە جودا کردیتەوە و ناوەشی تایبەتیم لێ نانویسیتم چۆنیەتی حەج و عومرە وەک لە پێغەمبەر وەرگیراوە سەلی الله علیه وسلم لە مینهاجی ئیمام نەووی تۆمارکرایە. ئەگەر دەستت کەوی ئەویان باشە لەگەڵ دابی بۆ سەفەری حەجێ، ئەگەر نا ئەتوانی بەرگی دووەمی ڕووناچی رەب العالەمین ڕوونکردنەوەی مینهاج و تالیبین بەرگی دووەم ئەو کتاب الحەجی بە تەواوی تێدایە لەگەڵ خۆتی بێ سەفەری حەجێ ئیستیفادەی لێ ئەکەی. و ئەو کورتە باسەش کە ئێستا بۆ دڕۆنەکەمەوە ئەوە بە کورتی بزانین پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم چۆن حەجەتول وەداعی کردیەکە لە تەمەنیدا بەس ئەو حەجەی کردیەکە حەزی خواحافیزەی پێدەگوترێ و هەم حەزی ڕوکنی ئیسلامەتیشە کە پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم چۆ حەجەتول وەداع کە تاکە حەزی ڕوکنی ئیسلام بوو کردی هەموو ژنەکانی خۆی لەگەڵ خۆیان برن. و حەزرەتی ئەبوو دوجانەش کە سەحابەشی خۆی بوو ڕزای خوای لێ بکردیە جێنیشی خۆی لە مەدینێ هەتا لە حەجێ گەڕاوە. جا پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم لە ڕۆژی شەممە کە 25 مانگی ذیلقەعدە بوو ساڵی دەیەمی کۆچی، نوێژی نیوەڕۆی لە مەدینێ کرد بە 4 ڕەکعەتی. ئینجا لە دوای نیوەڕۆ لە مەدینەوە ڕێکەوت بەخۆ بەو سەحابانەی کە لەگەڵیدا بوون تا گەیشتە ذیلحولەیفە. لەوێن دەرێ نوێژی عەسرێ لەوێ بە قەسر واتە بە 2 ڕەکعەتی کرد. ئینجا شەوێ لە ذیلحولەیفە ماوە نوێژەکانی مەغریب و عیشا و سپەینەی لەوێ کردن، یعنی شەوێ لەوێ ماوە مەغریبی کرد، عیشای کرد، سپەینەی کرد. ئینجا هەر لە ذیلحولەیفە مایەوە تا نوێژی نیوڕۆشی کرد کە ئەو کاتە سپەینێ مەسەلا لەوێ کرد. ئینجا 2 ڕەکعەت سونەتی لە پێش ئیحرامدا بەستندا کرد و سواری وشترەکەی بوو. ئینجا لەسەر پشتی وشترەکەی ئیحرامی بەست و دەستی بەلەبەیکی کرد و بەرەو مەکە ڕۆیشت. ئەوە لە بڕۆیشت جاخۆ ئەوەش بزانە بەینی مەکە و مەدینەی جاران 8 ڕۆژ دەڕێ بوو. ئینجا لە سپەینەی ڕۆژی یەکشەممە کە ئەکاتە 4 مانگی ذیلحیجە، ئەو تەبعاً ئەوەی گوتمان ذیلقەعدە بوو، ئەو جا بۆ 4 ذیلحیجەی پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم چۆ ناو شاری مەکە لۆ گوتمان 4 مانگی ذیلحیجە، چونکە مانگی ذیلقەعدە کەمە مانگ بوو، یعنی 29 ڕۆژ بوو، سیپڕ نەبوو. بۆیە بە ئیجماعی هەموو موسڵمانان شەوی پێنجشەممە یەکەم شەوی مانگی ذیلحیجە بوو، کەوا بوو وەی لێدێ ڕۆژی جومعە کە ئەکاتە 9 مانگی ڕۆژی عارفە بوو کە پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم لە عارفەی ڕاوەستە. جا پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم کە چۆن ناو مەکەی پیرۆز یەکسەر تەوافی کرد و سەعی نێوان سەفا و مەروای کرد. ئینجا ڕۆژی چەند ڕۆژان ماوە لە مەکەی پاشی ئەوەی کە تەواف القودومی کرد لەگەڵ سەفا و مەروای؟ ڕۆژە دووشەممە ماوە، سێشەممەی ماوە، چارشەممەش ماوە، کە ئەکاتە چەند؟ ئەکاتە 5م و 6م و 7م ذیلحیجەی، ئەوەندە ڕۆژانە لە مەکەیدا ماوە. ئینجا ڕۆژی پێنجشەممە کە ئەکاتە 8 ذیلحیجەی چووە مینایێ، یەکسەر نەچۆ عەرەفەی، چۆ مینایێ. لە مینایەش ماوە نوێژێ نیوڕۆیێ و عەسرێ و مەغریبێ و عیشا هەم سپەینەی ڕۆژی جومعەشی هەمووی لە مینایە کردن. نوێژێ نیوڕۆی، ئێ عەسرێ، ئێ مەغریبێ، ئێ عیشایە، هەم سپەینەش کە ئەکاتە 9 ذیلحیجەی هەمووی لە مینایە کردن. واتە شەوی جومعە 9 ذیلحیجە لە مینا ماوە. ئەوجا لە ڕۆژی جومعە کە 9 ذیلحیجەیە پاش نوێژی سپەینەی وەڕێکەوت چۆ عەرەفات. لە عەرەفەش نوێژی نیوەڕۆ و عەسری بە قەسر و جەمع لەوێ کردن تا دوای ڕۆژ ئاوا بوونێ هەر لە عەرەفە ماوەوە. ئینجا شەوی شەممە کە کاتە شەوی جێژنی قوربانێ دەی ذیلحیجەیەکە لە عەرەفە گەڕاوە بۆ مزدەلیفەی. ئینجا شەوێش هەندێکی لە مزدەلیفەی بوو، سپەینێکە شەممەیە و ڕۆژی جێژنەیەکە ئەکاتە دەی ذیلحیجەی لە مزدەلیفە هاتە ئەلمەشعەرول حەرام. لەوێش
هندك دعاي كدن او زهات ميناي وشيطاني قوري رزم كرت او ذاك شيطاني قوري رزم كرت او هالروج جيجنيا هات ومكي تواف الافاضي ركني حجي كرت او ذاك باج نيوروي كنوجي نيوروي لما كي كرت قراوه بو ميناي او جار هندك روايت انا فرمي لميناي نيوجي نيوروي دوباره بو صحابه بزماعه كذا وشك الصحابه اللي تشاوروان يعني كرت تا پیغمبر دیت وصل الله صلی الله علیه و آله جنی روی لما کی کربو لبرخات صحابانی بو اعاده کنو ها له دغه روایت ان شکو ها هات یا فرمین جنی روی لمینا یک هدا کفر لما کی کر او جا زنان اسلام هو کو ان کی تو کنو جه خو لما کی کرد بو برام لبرخات یوان شی دوباره اعاده کردوا بجماعتی بو کردن او جا روجا یک شم و دوشم ک کات 11 و 12 ذوالحجه بشو روجو هل لمینا ما یوا او جا روجي سي شمش كاكات السيزدي ذي الحجي شهر سي شيطان كان رجم كردن او جا دوايني وروي لميناي هات دريو برو مكي هاتوا ميناي بزيهشت في قوتري نفر يعني بزيهشتني ميناي او جا او روجا سي شمبو او جا شوا تارشمش لغو ماوا لروجي تارشم كاكات شوارده ذي الحجي لمكي هات دريو قراوة بو مديني يعني بهموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دمكي دروجي بيتون لمكي دروجان لمكه وعرفه وميناء ومزدلفه او انا ماوا بو حضرتي انس بن مالك كخدمتكاري پیغمبري بو صلى الله عليه وسلم ليه او بخويا فرمي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينه قلت كم أقام بمكة؟ قال 10. أو حديث كبخاري ومسلمة فرمي لقال پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو حج كردني لمدينة شوين مكة پیغمبر صلى الله عليه وسلم نيجكان كرتا كردنوا دو ركعت دو ركعت يكردن تاق راينا ومدينة جاء أو راوية فرمي لهم برسي تند روجان معنا ولا مكة فرمي دروجان معنا يعني دروجان لحج كردني معنا او دروجي كامن بتفصيل بوتو برو كدوا او ابو كواتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم چوار روجي توا او بدوا يقدا لما كيدا نه ماي توا بلكو سي روجي توا او ماي توا حفظ روجي كي تريشي لا دور بري مكي وكو عرفه وميناو او نوع شوينانا بسر بردينا زاليرا هندك كاس كا شارزاي حجي بيغمبرين صلى الله عليه وسلم اغاي لسيري بيغمبرين صلى الله عليه وسلم اغاي لحديث كاني بخاري ومسلمين هذا شي تما كده لي وضع بيغمبر صلى الله عليه وسلم قصر الجمع كده امنيش قصر الجمع كم بابا او حديث بخاري ومسلمين نص لسر هندك بهمو دروجا مايتوا بهموش سيروجان لنا ومكي البدوا يقرا مايتوا اتو دسي مكي دروجان دمين يوا يام پنجان دمين يوا يام پازدان دمين يوا کڅار روجی تا ول هرځی چې ما یو پټ اګوتری مقیم کپټ ګوترا مقیم نه قصر د بودرسته او نظم عشد بودرسته ربی له څار روجان کم تر مين یو او چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ځا قصر جمع د بودرسته چې د کدینی به غلطی به عالم رانه برامه غینه اگر علم شدنیم هر و مراجعه شرح صحیح بخاری بک هر وها کفتح الباری شرح مراجعه شرح صحیح مسلم شک ک امام نووی بعد فركان شدبو بن البرا شرح صحيح مسلم باسي صلاة المسافرين برجي سيام لا فرا سيسة نوتو ايك تا سيسة نوتو دوش اولا بندري او تفصيلاتي رون كردي توا هلوها تماشاي فتح الباري بكا شرح صحيح بخاري برجي دوام لا فرا حفصة بستو چار هتا حفصة سي هلوها لبرجي سيامش هندشي تدايا لا فرا پنسطو دا پنسطو سيزدا پنسطو نوزدا پنسطو چلو ايك دبي اتو او تفصيلاتات اقالي بي او زاب فتواي بدي دنا بخوش القمراء بي خلشيش قمراء اكي عبادتي بخلشي بغلطي بخلشي رامقه ينا عبادت دبي صحيح بي بوقاي تبارك وتعالى او جا او بومرون كرديوا او كرتي شي حزي پیغمبري بو صلى الله عليه وسلم هم لشرح صحيح بخاري وهم لشرح صحيح مسلم بورون كرديوا بو يجوها بورديم رون كرديوا تاسدي بهره دانسي وفتواي هره نديو اگر هاتو چار روزان يان زياتر لما كيدا ما يوا اتو ما في قصر جمع الدنيا برام اگر وشي پیغمبري صلى الله عليه وسلم سي روزان يان لچار روزان كم تر ما يوا حقي قصر جمعته اللي رد آقالي بي ديني بغلطي بعالم رامقينا او جادين وصر
شرحي منهاجي أفرمي باب المواقيت باسي كاتو شوين كان إحرام بستن لسي كاتا شي إحرام بحجي عن بعمرة دا بستري ولسي شوين شيش دز بإحرام بستني أكي أفرمي وقت إحرام الحجي كاتي إحرام بستن بحج شوال وذو القاعدة وعشر ليال من ذي الحجة مانجي شوالي كششران وباشي رمزانية إنزا مانجي دواي شوالش كفية وتري ذو القاعدة هم دشويش لمانجي ذي الحجي كمانجي جيجن قرباني بيدا قتري لبرتي خواي تبارك وتعالى أفرمي الحج أشهر معلومات كاتي إحرام بسني حج تن مانجي شي زاندراون يعني أو دومانجو دشونا برغا مانسي كأو ما دومانجو دشونا حضرتي ابن عمر رضا خواهن لي بيفرمي أشهر الحج شوال وذو القاعدة وعشر من ذي الحجة أو بخاري روايتي كذي أفرمي مانجا كاني حجي كإحرام حجي أن تيدا بسري تنها شوالا كمانجي الششرانية مانجي دوايويش كذو القاعدة دشوي ذي الحجة كده كي حازيان يعني بيا قطري وهم مانجي ججن قرباني شي بيا قطري يعني دشا ولا مانجي ججن قرباني أو جاء في ليلة النحر وجه درباري شوي ججن قرباني فرمودا شي بيهسا كي حرامي حجي تيرا دروز نبي ولم أو فرمودا بيهزا رد كرايتوا بو حديثي كالبخاري الرواية مانكر بفرمودا ابن عمر كالبخاري الرواية مانكر أو دشا ويشي حسيب كردينا ديال الشوي ججن قربانيش أيسان أتواني إحرام بحز بستي إحرامي شي دالة بستي كوابو فلو أحرم به في غير وقته أجر إحرامي بحز بس لغير أو دو مانجو دا شوي دا لما نجيشي تلك غير أو دو مانجو دا شوي بي أو إحرامك بحز دانا بس لأديته إن عقد عمرة ليه بيت عمرة لو شو كان مانجا كمان جي حزينيا أتوبتي رمضان إلى برينيت مو إحرام بس بحج راست حزك ليه بيت عمرة شو كان مانجا كمان جي حزينيا على الصحيح لسفر المدير راس أجا كل يشتبي بيت عمرة ببر عمري ركن إسلامي شكاوي ليت قبول بي أو إي حزي أو دو مانجو دا شواب محدود بو برام وجميع السنة سرتا سري ساري حمو روجكو همو مانجا وقت لإحرام العمرة كاتي إحرام عمرة واتي إحرام بس تنبع عمرة لما نجي حجي دا لو دو مانجو دا شوي دا هر أكلي لما نجي كاني دين الديش كدا مانجا كاني دين لوانش هربي لو شكا بيغمبر صلى الله عليه وسلم لما نجي حجي دا عمرة كردية بخو أو بخاري مسلم جرايتي هر وها بخوش دفرمي عمرة في رمضان تعدل حجة معي أوش بخاري ومسلمة أفرمي عمريك لرمضان دا وكحس كرنيكا لقرى من دا تماشايكا دا رمضان أشهر الحج جنيا بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو فضيلتي دايتي أو جا ليرا كسانك ندرين صاري ليك عمري زياتر دلوزنيا يان درين لما نجي دا زياتر ليك عمري دلوزنيا كاكا أواق سكيان هريا بالنسبة ك يك عمره دروز نبي او يعني هلا يا برام لساره دا تنها يك حس دكري وات دو حج اساره شي دا ناكرين هر ساره وحج شي دا ناكري برام دو عمره زياتر لدو عمره حتى في تكري لساره شي دا دروستا لمانگ شي دا دروستا لروج شي دا دروستا او رو سياره هيا اوتومبيل هيا اتواني بو خود سي لمزگوتي حضرت عائشه احرام بعمره بستي وبي و طواف بكي وصفا ومروه بكي وحلق يعني تقصير بكي كي احرامش كان تواني دوباره بتيوا عمره شي ديش بين يوا بركو اروج شش دادو عمره درس نكره مانگه شيدا نكره صار شيدا بركو سنت زورج عمرامك بتايبتي لرمضان ك او حديث ما كون دوري بخاري ومسلم عمره في رمضان تعدل حجة معي عمره يقل ما نجي رمضان دا بقد حجت شهر لقرمن پیغمبر واي فرمو صلى الله عليه وسلم هل وها بأمر پیغمبر صلى الله عليه وسلم حضرت عائشة ايق من جدا دو عمره كردينا مثلا حضرت عائشة بخوي أجيري توا أفرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت منها بعد الحج
وتائر رواه مسلم. وفي رواية له قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هذه مكان عمرتك. حضرت عائشة رضي الله عنها بي طبعا وشي قال في غنبري دا أبو صلى الله عليه وسلم لحجي إحرامي بحج عمري قيران ويقرا بزبو يعني قيراني كده حج عمري بيك ونيتي نابو جاء في غنبر صلى الله عليه وسلم فرموي توافكت بو حج عمري ويقرا دبي يكتواف يعني عمرك شد درستا حجي شد درستا او جا حضرت عائشه بوي دلي خوش نبو بي خوش بو عمره شي سر بخوش بكا شو خرشي ديكا او افراد يعني كربو يعني تمتع يعني كربو عمره شي بتني يعني كربو اوش بي خوش بو عمره شي بتني بكا بو يدري خوش نبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن كريم عمي ابو بكر يقول كبراي حضرت عائشه رضي خوي لها موابي فرمي هسه لقالي هروبو تنعيمه تنعيم يسافي يقول لي مزقلتي حزتي عائشه بويش مزقلتي حزتي عائشه تشكا بامري بيغمبر صلى الله عليه وسلم لوين دري احرام بعمره بس يا اسلام مزقلتي ليه دبس كايو باغربي حاجي لوين دري احرام بعمره ابستن اذا لو احرام بعمره شي دري بس جا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي ام عمريش لشوين او عمريا كددويز بتنهائي بيكي وعطى حزتي عائشه ليك ما انقلادو عمريك يك ما نجيش نا بركو لظروفي او دروجي كان قال بيغمبري صلى الله عليه وسلم لا مكيبو دو عمري كدن برام او اندج بزانا او كسي كا خريشي حس كرنيا حتى رزم الشيطان عن تواو نكا ولا مناج بتواوي نيتا دري دلوزني احرامي بعمري بستي او الشرطة شي مهمة ها لحجي فكر كنوا او حاجيانا يعني دبي رزم الشيطان يعني تواو كردبي يعني دبي في دي رزم الشيطان كامل اگر نه ان كردي بي مثلا يعني اگر رزم كان بغلطي كربي دبي اگر مازال ما بي دوباره كن و مازال ما بي دبي خوينه كي بدن هم في دي في اوتري هم خوينيش او جا و شي لميناج متواوي هات دري و رزم الشيطان كدي يعني في دي جا او جا بو درسته احرام بعمر بستي يعني اگر اسواري حجي با اك توست دا ما بي درسني احرام بحج بستي او مساله زور مساله شي مهمه اگاد لبی او تحفه نهایه مجموع مغنی همو هیان فرمو او جالیرش آیا عمره بکی خیری زیاترا یعن توافه بکی لدوره بیتی چی هیان خیری زیاترا او بفرموده بهستر چکا دو فرموده هنا اگر کاتکان یعنی یکسان بی طبعا عمره خیری گوده تر لتوافه اگر مثلا او وقتی با عمره خیری چی هندش با توافه خیری بی او عمره خیلی زیاتره برام فرموده پیچوانش هیا او فرموده بهیز بو که با توم رون کرده و که با انسان توانی توافی زوری بکه اتوانی عمرش بدوای عمره دا بینی توا او باسی که تکانی احرام بحجو احرام بعمره بو ادی شوی نکان افرمی والمقات المکانی للحجی او شويني كوا احرام حجي لابسري في حقي من بمكه درباري او كسي كلا مكه او جا خرشي مكه بي وباجزاري لمكه بي يان شوار روج يان زياتر لمكه ما بي توا مثلا ربوارك لو يدري بي شار روجانج ما بي توا يان شار روجانج ما بي توا بنيت شي دي شو بي تمكي او زاد لي بي تسري بري احرام ابستم شرد شار روجانج ما بي توا او همویان چند داره به نسبت همان نفس مکه خودی ناو شاری مکه خودی ناو شاری مکه اوی آودانی لیا وقیلا فرمودشی بهز افرمی کل الحرمی همو حرمی مکه او های یعنی خاش حرمی مکه که دورو بری شاری مکه شا اویش درستا برام او فرموده بهزا لبرچه چونکه حدیثی صحیح من هی لبخاری و مسلمی استادوای حدیثی که بدریجی اخوینی نوا پیغمبر افرمی صلی الله علیه وسلم حتی اهل مکه من مکه او بخاری مسلم حتی دانشتوی مکش لناو مکه احرام بحج ابستن احرام بحج ابستن او جا سنتا او کسی که لناو مکه احرام بستی اگر ماری هبی هل پیش در که ماری خورا احرام بستی اگر ریبوارش بی لو میوان خان و مسافر خانه اینا لیه که دیت خواره و دیت دره لو کاتی احرامی ابستی او ها سنتا امام نووی لمجموعی او های فرموه او جا او گوتمان بنسبت دانشتوی مکی نو شاری مکیه
بەڵام لێرە دەبی ئاگادار بین. ئەوەی ئەمن گوتم دەربارەی ئەو کەسەی بوو کە بۆ خۆی حەجێ ئەکا، بەڵام ئەگەر کابرایەکی دانیشتووی مەکەی پیاو یان ئافرەت خەڵکی مەکەی بی یان بۆ خۆی لە مەکەی مابیتەوە، وەکو خوێندەوارەکان ئەوانەی کەوا لەوێ ئەخوێنن مەسەلا یان کاسبکارەکان کە لە مەکەینا دەیانەوێ ببنە بەدەل حەج لە جیاتی کەسەکی دەرەوەی مەکەی. بۆ نمونە ئەتوو ئەچێ ناو مەکەی لەوێن دەرێ کابرایشی مەکەی یان فەقەیەک یان قوتابیەک یان کاسبکارێک بەکرێ ئەگری کە حەجێ لە جیاتی یەکەکی کوردستان بکە، ئەها ئەجا بەکرێ بیکە یان بە خۆڕایی شەرنی هەر بەکرێش بی، ئەوە بە فەرمودەی بەهێستر لە مەسەبی شافعیدا واجبە بۆ ئیحرام بەسنی حەجێ و عومڕەی بڕواتە دەرەوەی مەکە لە میقاتەشی شەرعی ئیحرامی حەجێ یان عومڕەی ببەستی، نابی میقاتەکەشی لە 80 کیلۆمەتری کەمتر بی، شەرنی عینی میقاتی کوردستان بی کە حاجیە کوردستان ئەوێدا بەوێدا ڕۆیشتینە، ئەو میقاتانەی دوایە ئەیان خوێنەوە لە هەر میقاتەشی ئیحرامی بەستی، ئەوە واجبە بە فەرمودەی بەهێستر بچیتەوە وێن دەرێ. ئەگەر نەچوو حەجەکەی دروستە بی و بەر حەجێ کابرای مردیش ئەکەوی کە توو بەدەر حەجێ بۆکەی، بەڵام ئەو کەسە ئەو بەدەر حەجە خوین یەکەویتە سەرێ، دەبی بزنەگیان مەڕەچێ لە فیدیەی ئەوەی بدا کە نەچویتەوە میقاتێ. ئەوە فەرمودەی بەهێز ئەو هایە، بەڵام لە فەرمودەی تردا ئەویش ناوێن بێهێزە لۆ چکە کۆمەڵەزانایەکی پێشوو ڕەفتاریان پێکردووە و ئیمام جەمالودینی تەبەریش بە بەهێزی دانایە کەوا بۆ فەرموودەی بە مقابلی فەرموودەی دیدا ئەندێین، ئەفەرمێ دروستە هەر لە ناو شاری مەکەی ئیحرامی حەجێ ببەستی ئەو بەدەر حەجەی کە حەجێ لە بی پیاوەکی کوردستان ئەکا مەسەلا، بۆ ئیحرامی عومڕەش بڕواتە دەرەوەی حەرەمی مەکە بەسەلا بۆ مزگەوتی حەزرەتی عائشە، خوێنیشی ناکەویتە سەر. ئەها لەکن ئیمام جەمالودینی دینی تەبەری کە ئەو فەرموودە بەهێزی دانا خوێنیشی ناکەویتە سەرێ، بەڵام لە هەردوو حاڵەتاندا خوێنی بکەویتە سەریان نەکەوی سەری حەجەکە هەر دروستە. ئەو جاکەوا بوو دروستە تەقلیدی ئەو فەرموودەی دووەمە بکرێ، ئەو کەسەی کەوا لە مەکەی ئەبیتە بەدەل حەج بۆ کابرایەکی کە خەلە خارجی مەکەیە با خۆی تەقلیدی ئیمام جەمالودینی تەبەری و ئەو فەرموودەیە بکا کە ئەو بە بەهێزی دانایە، تەنها بۆ ئەوەی خوێنی لەسەر لابچی، جیاوازیش نییە دانیشتووی مەکەی خەڵکی خودی مەکەی بی یان ڕێبوار بی و لەوێ بی یان قوتابی بی یان کاسبکار بی، بۆ ئەو مەسەلەش تەماشای توحفە و شێروانی بکە. والحاصل ئەگەر بەدەر حەجەکرد بۆ قومی کوردستان گرت لەوێ دەرێ خۆی پێتەقلیدی ئەو فەرموودەی بکە کە ئیمام جەمالودینی تەبەری بە بەهێزی دانایە تا گوناح بار نەبی و خوێنی نەکەویتە سەرێ. ئەوە بەنسبەت قەوم مەکەی بوو. و ئەمما غەیروه، بەڵام ئەو کەسانەی لە ناوشاری مەکە نینە لە دەرەوەی مەکەنە، ئەوە پێنج میقاتی شەرعیان بۆ داندرایە لە هەر میقاتەشی لەو پێنج میقاتانە، یعنی لەو پێنج شوێنانە ئیحرام بە حەجێ یان بە عومڕە ببەستن ئیحرامەکەیان دروستە. مەسەلا فەمیقات المتوجه من المەدینەتی، شوێنی ئیحرام بەستنی ئەو کەسەی کە لە مەدینەی پیرۆزەوە دێ ذوالحولەیفەیە، چو تازە لە حەجەکەی پێغەمبەری صلی الله عەلیه و سەلەم ئەو حەجەی ڕۆلمان کردەوە، وتمان پێغەمبەر صلی الله عەلیه و سەلەم شەوێش لە ذوالحولەیفەی ماوە لەوێژ ئیحرامی بە حەز بەست. ئێستا ذوالحولەیفە پێی گوترێ بیرعەلی لە مەدینەی زۆرە نێزیکە، بەڵام لە هەموو میقاتانیش لە مەکەی دوورترە، لە هەموو میقاتان دوورترە. ومن الشامی و میسر و المغربی، ئەوانەی لەلای شامی دێن سوریا و لوبنان و ئوردون و ئەوانە، لەوانەی لەلای میسری دێن لەلای مەغرب و ئەوانە دێن، هەمووی شوێنی ئیحرام بەستنیوان الجوحفە، شوێنەکەی ناوی جوحفەیە، ئەویش ئەکەویتە بینی مەکە و مەدینەی. ومن تهامەت اليمنی، ئەوانەی کەوا لەلای نەویایی یەمەنێ دێن شوێنی ئیحرام بەستنیوان یەلەملەمە، پێگوترێ یەلەملەم. ومن نەزدی اليمنی و نەزدی الحجازی، ئەوانەی کەوا لەلای بەرزاییەکانی یەمەنێ دێن لەلای سەرەوە و ئەوانەی لەلای شوێنە بەرزەکانی حجازێ دێن، ئەوانە شوێنی ئیحرام بەستنیان قەرنون، چیای قەرنو المەنازیلە، ئەویش دۆڕێکی زۆر جوان و خۆشە لەوێ دەرێ. و من المەشرقی، ئەوانەی لە ڕۆژهەڵاتێش دێن وەچی عێراق ئێران، ئەوانە ذات و عرقین، پێ وترێ ذات و العرق، ئەویش لە ناو گەڵی عەقیقە، ئەویش گەڵیەکی زۆر جوان و بەدار و بارە. ئەوە شوێنی ئیحرام بەستنێنە. بەرگەمان چیە؟
عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيقة. أو أبو داود بسند شي حسن روايتي كذيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم شويني إحرام بستني بورو شلات كان شندري داناوا عقيقي داناوا كذات العرق في دوتري ذات العرق وعقيق هل إيكن. أو بالنسبة وان بالنسبة ميقات كان ديش عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. وأوا تازنا وكان من هم قوتنا ولو حديثي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو شوينانا دانايا بو قوم المدينة ذا الحليفة دانايا بو شام ومصر وأوانا جحفة دانايا بو نزديش قرن المنازل دانايا بو يمنش يلملم دانايا. وقال پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: هن لهم او شوينانا بو او كساننا كبويدا بو خرشي او شوينانا ولكل آت اتى عليهن. هم شويني احرام بس نيشن بو هر كسك كبويدا بي. اها او پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو مارونا كاتو مرزني انسان الا خرشي ويبيو لسريشي فرز ببتيتا او ميقاتي اتو بو خود لو بنز ميقاتانا بهر يكا چي دابي لكل آت اتى عليهن بكيف خويتي اتو حزيكي متو ذا الحليفي حزيكي متو الجحفي حزيكي متو قرن المنازلي مهم اوايا لميقاتشي لو ميقاتانا اتو احرامي بستي بويا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي ولكل آت عتا عليهن هر كسك بسلوان دابي بويا احرام بحجي بستي من غيرهن لغير او شويدانش ممن اراد الحج والعمرة اويدا يوي حجي بكا يعني عمري بكا بالوي احرام بحج وهم احرام بعمرش ببستي. أدي أواني لبيني أو ميقاتان وأواني نبيغمبر أفرمي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. أوي نيزيكتر لمكي لو ميقاتي يعني كوتي تبيني ميقاتي ومكي نيزيكتر مالي نيزيكتر لمكي فمن حيث أنشأ لشين داري دزبرو يشني أكابو مكي ببالي وين داري إحرام بستي يعني هلنا ناو مالاقو إحرامي بستي حتى أهل مكة بمكة حتى أهل مكش بالي ناو مكي إحرامي بستن. أو حديثيك أبو تبخين دواء أو بخاري ومسلم بو أبو داود ونسائي وترمزي شروها الروايتي عن كرديا. أو جاء والأفضل خيرتر أو هايا أن يحرم من أول الميقات هل سنتهي ميقاتكي إحرام بستي تهمو ميقاتكي بإحرام وببري ويجوز من آخره درست لكوتايشي إحرام بستي درست لناوندي ببستي لحجيشي مهمة ويا أتولى أو شويني درنتي كإحرام أبستي شوينكش حدودي بودان درا سنوري بودان درا سنورك ديارة لو سنوري كبودان درا درنتي بس. أو جاء ومن سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات كسك بريش دار رويش ناقه هز ميقاتشي أو ميقاتاني كبيغمبر دياري كردين صلى الله عليه وسلم تأفكرين فإن حاذا ميقاتا أجل برامبري ميقاتشي أبو أحرم من محاضاته لبرامبري أو ميقاتي إحرام أبستي. أو بخوي دزاني درين إيرا برامبر ذات العرق يعني برامبري حقيقة مثلا شر نفسي تناو ميقاتك إلا برامبري وين دليل شوين شدي إحرامي أبستي أدي أو ميقاتيني أجر كسك رقايش قد بس دو ميقاتي هبون فالأصحب فالبدي راستر أنه يحرم أجر برامبري دو ميقاتان أبو فالأصح أنه يحرم من محاضات أبعدهما بفرمودي راستر چی هی اندور تره لبرانبر او یعن احرام ابستی هروها انسانی جگر بس دو میقاتان داتی پری او واجب لابعدی لدور تره که احرام ببستی چون که اگر لوی احرام نبستی و بسری دا باز دا بو نزی که که خوین یکی تسری وشی دوائی رون یکی دو انشاءالله مثلا او کو بی استال بید علی که اتو تی پری دوری مسافه شی دو ست و قصور چیلومتری داروی اگه از جحفه اتو بلي وضع جحفة من السر يا من لوي احرام يا بستم لا بير علي نا بستم خوين تكوي تسري لو تو كدور تركي بسر دا هاتي وبجيريش ديا كوا بو غير مقابل دور تركاش بو بجيريش قلت اتو بلا برامبر نيزيك تركي احرام يا بستم دي سان خوين تكوي تسري ادي وان لم يحاضي قال برامبري هيتش عن نبو ندور نزيك احرم على مرحلتين من مكه
با احرامی بستی لشوینی چی وا که دو قناغان لما که دور بی واتا 80 کیلومتر و 600 کسور متری اوانده بابرین 80 کیلومتر و نیو لگل 100 متری اوانده ده بی دور بی اوزا احرامی بستی اوزا برای شیرینم استاکا خلق همو داره احرام لجده دروز نیا ما بس با جده ناو شارکه اگر له 80 کیلومتری کم تر بی برام اگر اتو ببحری دا حاتی لشوین چیوا دا بزی یام با تیاره چوی تیاره خانکت 80 کیلومتری لمکه دور بو لشاری مکه ها او کاتی درست احرام لیوش ببسید چکه با محاضات دا اندری یام با و دا اندری و این لم یحاضی احرام علا مرحلتین من مکه دو قناق من بو مکه بس او فرموده امام نووی دنا حقتا جدا بمقاد دا نندرایا همو علماء اجده فرمین لجده احرام دروزنیا بس ما بس یعن ناو شاری جده ها لوین داری هتا اگر مکه 80 کیلومتر نابی برام دورو بری جده اگر هاتو 80 کیلومتری دور بو پیت کرا او تحدیده افکی معنی عنی لوش احرامی بستی خویدی شدنا کهوی تساری ومن مسكنه بين مكة والميقات أو كسانش كوا ماريان لبين مكة وميقاتها وشي أو عرب دشتاو يعني حشران بخي وكنو حيواني بخي وكن يعني أو قنداني دورو بري مكة لوين دريخ طبعا عاود عني هي لوي فميقاته مسكنه أو ميقاتي بي هل ناو ماري خويتي لناو ماري خوي وشي هات دري إحرام أبستي لبرسي أجاز يعوازي جنيا مارکه وی لناو رشماره بی یعن گندو دیو اوانه بی یعن تاکه مارک بی لزیشی مثلا لبرسی چکه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموی ومن کان دون ذالک فمن حیث انشاء او بخاری و مسلمه هر کس لمیقات ماری نیزکتر بو لمکی لچن داری دیوی دست بحضیب که بالا من داری نیت احرام بینی اجا ومن بلغ ميقاتا هرگز ايش ميقاتا شي شويني شي كشويني احرام بس نيبو غير مريد النسوكن برام بتماهيج عبادتا شي جنبو اتو بكن بير علي داتي باريق وت السفر شي مكة يكم وت السرداني برادر شي كم يعني شو يكن دكتوري يعني تجارة دويبو يعني شو الى مكة يشتاق بكري سنيتي اود نبو حج عمري بكي ثم اراده دوايكا وشي لبير علي تي باريق رويشتي قلت والله لو إحرام بحزنا بستم يعني لو إحرام بعمرنا بستم فميقاته موضعه شوينك شويني أو شويني كدليل يقرايو ديوي إحرام بح ديوي حجبك عن عمرك لشين دري دلي هات السر إحرامي بعد وين دري إحرامي ببستي خويني شينا كوي تسري كوابو أجر هاتو أو كسل لنا مكي لنا مكي دلي قورا لنا حرم مكي أنا قلتي هل هاتي ما مكي لو حزينكم أو با إحرامي حجي هل لنا مكي بستي سكوي ليش هناك ويتسري لو تك لريك رويشتي أن يتي حزينا ولنا مكي دلي هات تسري بلان بو إحرام عمرش واجب بسيطة مزقوتي حزرة عائشة تك قومي مكش هل دبي بسيطة مزقوتي حزرة عائشة يعني فرقي هي إحرام حجي لنا مكة يا بستي إحرام عمره ده بيبسته دلوي مكة إذا مز قلت حضرة عائشة بيجي حرانة بيحجي شيء بي أدي وإن بلغه مريدا كسر جيش تميقات شيء لو بينز ميقاتانه جوتمان مثلا أشيويست مريدا حجي بكا يعني عمره بكا دايوس حجي عن عمره بكا لم تجوز مجاوزته بويدروزنيا لم يقاتك تيبري بغير إحرام ببي إحرام فإن فعل أقل وايكردو لو حدوديك بيغمبر داينا صلى الله عليه وسلم تجاوز ذكر لزمه العود دبي بقرته أو ميقاتيك بيغمبر داينا صلى الله عليه وسلم ليحرم منه تا بخات لوي إحرام ببستي إلا إذا ضاق الوقت مقر وقتك زور زي قدبو أو كان الطريق مخوفا يعني الرقاية كبرترزبو نوي راب قرته ها او كاتبانا قريتوا اي شيء فان لم يعد اجل نقرا ولا بل اوانا جناحي ناقاتي بلام لزمه دمون هذا بخوين يبدا هل وها وان احرم اجل احرامي بس ثم عاد او ذا قرا وميقاتي باحرامه فالاصح انه ان عاد اجل قرابي توا قبل تلبسه بنسوك بيشي وي دز بكردار كان حزيان عمري بكا سقط الدم خويني لسد لا اتي
ها وإلا بلام أجدنا سقط الدم فلا خويني لسلا ناتي أو جا ليرة قلت مام قريته ميقاته وإبزانا وازبني بقريته خودي أو ميقاته كبسرداتيا بركو دروس بأندازي ميقات قريته وشوين شيتير يا يعني ميقات شيتير لو إحرامي ببستي أجا قلت مام قريبة بترز بو يعني حكمة إذني ندا إحرامك يدرس تبي برام دبي خويني بدا لفرق جني أو كابرايا بعنادي نقرابي توا يان بنزاني لميقات تيباريبي يان لبيلو تشوبي يان سهوي كربي بهر نوع شي هبي هدا بخوين يبدا لبرتش سو حزتي ابن عباس فالمولاتي رزاق وايدي بي من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهلق دما او رواه الامام مالك والبيهقي باسناد صحيح امام مالك وامام البيهقي بس انا ليش صحيح روايه كذا فرمي هركسك لواجبات حزيش تشي لبيرتو يان بقستي نيكت فليهرق دما باخوينه بريجي معناها بزنا شي في يبدا يا مره شي دباشا جا ما بس معناه قلت بيش تلبس بنسو شي يعني دستي بتوافي نكر بمثلا يعني نتو بتعرفي توافيش مقصود مع تواف القدومة او زالي رجبزانا قلت ما نابي لو ميقاتي تجاوز بكا كبير غبر داينا صلى الله عليه وسلم اگر کس شي ناو شاري مكي ناو شاري مكي بيتي تدروي مكي احرام بحجي بستي غصب على سري دي بقريتو ناو مكي شكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي حتى اهل مكه من مكه دبي اهل مكي لناو مكي احرام بستن اگر هاتو لناو مكي احرام نبس او عيدي في ديه كوي تسري كو كابراي دروا اگر لدري احرام نبستي في ديه كوي تسري او اي دانشتوي مكة شزاخل شي مكي بي يعني هر مسافر بي لوي اگر لناو مكة احرام بحجي نبستي في ديه كوي تسري هر وها او اي لناو مكة شا خلشي مكة بي وكو كتومي دري بو احرام عمري همو دبي بينا ودروا مكة زا مزقوتي حزتي عائشة بي زعران بي حديبية بي هر جي شي هبي او شويناني كوا دعاية باس يعني كين إن شاء الله والأفضل خير تلو هاي أن يحرم من دويرة أهله هل لناو ماري مارو خيزاني خوي كديت الدليل ويرا إحرام بحزي بستي كواب قوم كردستان هل كلا شاركي خوي عندين دري إحرام بستن أو جا بسنة فروكة خاني لوين دري سواري فروكي ببنو برو حزي برون وفي قول برام قول شي ديكي بهز افرمي لمار خير ني بركم من الميقات لميقات احرام بس خير جا قلت امام نووي ده فرمي الميقات اصهر او فرمودي بهز تلك ده فرمي احرام لميقات بس خير زياترا لوشك وهو الموافق للاحاديث الصحيحه او فرمودي بهز ترا ساتر لقال حديث صحيح ريك تيك كاتوا لبرس شك پیغمبر صلى الله عليه وسلم بخوي لمدينة إحرام نبز وشي تازه لحزي پیغمبر يرول مان كدوا بركو چو بالعلي لوين دري إحرام بس وهل وها صحابة وخلفاء راشدين اشباش پیغمبر صلى الله عليه وسلم هل لميقاتا إحرام يعني بحج عمره وانا بس يا كواب اقتداء بپیغمبر بكي صلى الله عليه وسلم خير زياترا حديث كجو بخاري ومسلم بو كتازة بوتم جراوك پیغمبر صلى الله عليه وسلم لميقات إحرام بس يا او بحثي حجيبو او زادين السر بحثي ميقات عمري افرمي وميقات العمرة شويني احرام بسني عمري لمن هو خارج الحرم هو او كسيك لحرم مكيني ولدر ارادة تمكي وشي مسلاحة اواني لكردستان دا تنبو عمري اوش ميقات الحج نفس ميقات حجية مثلا اواني لكردستان دا تن اگر تون فروك خاني مدينة چون بو حجي احرام يعني لبير علي ابس دبي بو عمرج عيني لبير علي احرام بستن مثلا يعني اگر بجي شي دي كذا لو بينز ميقاتانه چون ها لو ميقاتانه احرام ابستن اما ومن بالحرمي او لنا حرم مكه او زاخر شي وين دري بي يان كاسب كار بي يان خوين بو خوين نچوبي توي يان بو تجارت چوبي او زابيه وي عمره بك ما دام لنا مكه بي يلزمه الخروج الى ادنى الحلي دبي بيت دري بو دروي خاشي حرمي مكي كفي وتري خاشي حرار يعني لحرمي ما لحرمي بيت دري نكهل لنا وشاري مكي بركو لحرمي كدور بري مكي بيت دري ولو بخطوه هرسك بي هنقاويش بي بس او زال دروي حرمي مكي دبي حرامي بس هو فرق دانشتوي مكي وخرشي مكي او انا نبو فان لم يخرج اقل لما كي نهى تدري واتى بافعال العمره
عمره كردو لناو حرمي مكش إحرامي بس لناو شعري مكي أجزأته في الأسر خو خدي عمركي درست بي برام وعليه دم دبي خوين يبدا يعني بزنا شيء يعني مرة شيء يبدا حقي أويك مخالفي بيغنبري كردي صلى الله عليه وسلم بو إحرام بس لنا هاتي تدري أو جاء أوش كقوتمان فرق قوم مكي أو كسانن يك لدري وراتوين ناو مكي أو يد لدري راتو بو شرطي وشي تويت ناو مكي نيتي عمري نبو بها ها أقل نيتي عمري هبو بي أو عند بزن بيته ومزقتي حضرت عائشة دبي بيته ومقاتة شي ديكا كهشتا شي لو بتدي دور بي أو جاء عمركي قبورة وكويني ناكوي تسري أو دبي أو مسألة زور أقالي بي فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه أجر إحرامي لنا وما كي بس يعني أستعد شو غسل كله باشتمار يبر كله بانيتي إحرامي شي هنا بي أو إذا خرج إلى الحل بعد إحرامه شو دلوي حرم مكي أرزي حلال كما قلت حزة عائشة يعني جعرانية يعني حديبية شو جيش لو أنا بإحرامه وشو سقط الدبو ما دام شو بتوخي نكي لسلاتي على المصب لسلف المدير راسي مصب الرب زانين كإنسان لما كي أسيت دري تشين دري لهمو زيان خيري زياترة إحرامي اللي بستي أفرمي وأفضل بقاع الحل الجعرانة لهمو شوينا خيرتر بو إحرامي عمري بو إحرامي عمري أجل كابراي لما كي بيوي بسيت دري زعرانة يا كادا كويت الرقي شاري طائف كويت الرش علاتي ما كيت لبرت أوات كبخاري ومسلم وأبو داود ونسائي وترمذي روايات عن كرديا كفرموت عن أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة بيغمبر صلى الله عليه وسلم إحرامي بعمري بس لجعراني شو عمري كردو قراوة جمع الجعرانش أو باشي غزاي حنيني بو أويان يعني. ثم لدو جعرانش قولتين شوين شين دريا التنعيم تنعيم كبير قوتري مزقوتي حزتي عائشة أو أوشوي أنا بوك حضرت عائشة بأمر بيغمبر صلى الله عليه وسلم شو عمري له نوا أو حديثة كيا خوين معنا وبزو بالرواية شدي لي ردي خوين نوا عن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما فجئنا إلى التنعيم فأهللت منها بعمرة أواج بخاري ومسلم وأبو داود ونسائي وترمزي حضرت عائشة قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرى كحموي حزة شبتني وعمرة شبتني كذيا أمن هل إيك حزي شم كذيا يعني قراني كذبو حج عمرة يقرأ كذبو كو هل حزي بكم عمرين كم قريمو نا قريمو وبيم خوش عمرة شبتني بكمو وش تهزة برقمان هنا ولا كقلت من دو عمرة لما قشي داد رستن أو جاء بيغمبر صلى الله عليه وسلم أمري بعبد الرحمن بلاي حزة عائشة كذ كعبد الرحمن كريم عن أبو بكر برضا إخوان ليبي على لقرية من بيكا وشوينة تنعيمة لوين دري إحراما بعمري باست ثم أو زال دواي وين دريش الحديبية حديبية لها مزيان خيرا حديبية أويا كبيعة الرضاني تيداكلا وبيعة الرضاني خوال قرآن باسي كديا كهزار وتارس الصحابة لبيبو لبرتي وش كرتك بيغمبر صلى الله عليه وسلم لوين دري إحرامي بعمره بس بو تحللي شي هل لوين دري كرت أوش لبخاري جير دراي توا إذا أوش وين أنا خير الإنسان شي توا بلا هل مهم جوا الحرام ما كي بس يدري بو عارضي حلال إحرامي بسي عمره كت قبول بي وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.